واضح. معكم فرح شريم، عمري 28 سنة، درسة ماركتينج مانجمنت، هواية الغناء. أول شيء أنا صار لي كذا سنة بنزل فيديوز لإلي أنا عم غني على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو حبوه العالم وخلينا اتشجع اني ابقى بهيدا الدومين وكفي وفرجيهم اكتر هو فيديو لست فيروز دار الدوري عالداير يا ست الدار. ودار الدوري عالداير يا ست الدار حامل هالقصة وداير داير من دار. كتير لقيت تفاعل حلو من العالم وتشجيع وحبوا وخامة صوتي فيه وبهيدا اللون اكتر شيء. ماما اول شيء صوتها هو الاساس فينا وهي اللي بتخلينا على طول نغني ونفوت بهذا المجال اكثر. رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقنا بضعفهن وزادهن الله حياء. انا غيدة اختها لفرح بغني معها وانشهرنا ثلاثتنا مع بعض بالزجر. وانا ديما كمان اختلع فرح بنغني ثلاثتنا مع بعض. رموش عيونك عالكحل زادتني جروح بهرب برجع بستحلي وين بدي روح حاجب عيني تحلي خليت الروح تتنقل مثل النحل بين النسرين. فرح عندها الموهبة من هي وطفلة من هي وصغيرة كتير وعندي بالبيت الحمد لله الأصوات كلها حلوة مدام بتغني أساساً أو بتدندن مثل ما بيقولوا وفرح تأثرت بهذا الجو وغنت ووصلت للي وصلت لهذا. دارت فينا الدار نحن أولاد صغار والهوى جمعنا وفرقنا الهوى. أنا بدي وجه كلمتي للأهالي أو للأهل بالعالم العربي، لما بتلاقي ابنك أو بنتك في عنده هواية معينة قادر يوصل فيها ما يفيد العالم أطلق له العنان، فبكون أنت سعيد فيه، بكون هو سعيد بحاله، بتكون العالم كله سعيد فيه. ضروري جدا. وهيدي نعمة من عند ربنا. الله عطاك هذا السر. حتى السر.